نعم، المشاركة المغربية في المنتدى النقل الدولي هو مشاركة اللي تنبرز من خلالها الأهمية ديال هذا الملتقى على الصعيد الدولي والعالمي، لأنه يجيب على إشكاليات الحاضر ولكن أيضا على إشكاليات المستقبل. لقد تم اختيار موضوع هام بالنسبة لهذه السنة، وهو كيف يمكن للتحولات العالمية الحالية أن تؤدي إلى تطور وسائل النقل المختلفة في المستقبل. المغرب لما حضر بمجموعة من الأهداف الرئيسية، وأولا عرض التجربة المغربية من مختلف الإطارات ديالها، سواء على صعيد النقل البحري، على صعيد النقل ديال الطيران الجوي، النقل البري، ولكن أيضا النقل السككي، لكي نعبر على بالنسبة للحاضرين على أن المغرب يتطور وأن هناك إمكانية حقيقية للاستثمار في المغرب في هذه المجالات، ولكن أيضا إمكانية ديال عقد اتفاقيات مع الشركاء ديالنا في هذا المجال. الإشارة الثانية هو أننا نحاول أن نستفيد من خلال اللقاءات الثنائية مع الوزراء الحاضرين والمشاركين السياسيين، ولكن أيضا مع الفاعلين المهنيين في هذا القطاع، أن نعقد شراكات حقيقية على صعيد بعض الملفات اللي هي عندنا فيها مصالح مشتركة، وهذه المؤتمرات مثل هذه تمكن حقيقة من الاستفادة من هذه الشراكات. ثم أيضا الملف الثالث الذي نعمل عليه هو أن نتحاور في مستقبل التطور ديال النقل، ونحن كدولة مغرب في إطار النمو عندنا أيضا وجهة نظر اللي تنحاول على أننا نعرضها ونناقشها مع الفاعلين الرئيسيين، حتى لا يبقى التطور يذهب في اتجاه فقط الدول التي تعتبر دول متقدمة في هذا المجال.